وانا اللي كنت فاهم ان انت ابن الدارين، ابن اخبار اليوم والاهرام. عايز اعرف المعلومات دي جت منين. إيه؟ طلعت انت ما شاء الله ليك في كل مؤسسه صحفيه تقريبا. في معلومات هنا دي تعتبر مش حولك مش سر. في معلومات يعني دقيقه جدا يعني. المفتش كرومبو. يعني لا اللي عمل التقرير ده بشكره جدا، وبحيي اللي جاب المعلومات دي. يعني في حاجات يعني محدش يعني الحقيقه اللي في التعاون الاعداد اجتهدوا، لكن مسيره يعني تحتاج حلقات الحقيقه، لانه انا كمان راصد محطات كتيره في حياه محمد سيف. بس خليني قبل ما ندخل في المنعطف الاعلامي والصحفي ده بالتحديد، المشهد الرياضي، وانت واحد من الناس اللي بترصد بدقه وبتتابع بمعان شويه. الامر وصل النهارده تحديدا، الاهلي بيرسل شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم، لجنه الاخلاق تحديدا، بيشكوها من ظلم التحكيم الافريقي وما حدث من لجنه التحكيم، سواء فيما يتعلق بالمباراه الاخيره مع النجم الساحلي او مع سياسات التعيين. انت قريت الموضوع ده ازاي؟ شوف، وان كنت اشك ان الاتحاد الدولي ممكن يعمل حاجه وممكن في النهايه يحيل الموضوع ويقول لك ده شيء داخلي وحوله للاتحاد الافريقي، وان كنت في نفس الوقت انا بقول لك ان الاهلي انا بشكو للاتحاد الافريقي او بشكو لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي الى الاتحاد الدولي، لان انا لجأت لك انت كصاحب شأن او كاتحاد معني، وهو بدا باحتجاج للاتحاد الافريقي. هو ما انصفتنيش. اللي انا عايز لك، يمكن انا وانا النهارده بقلب في مجله اخر ساعه في الثمانينات، الملحق الرياضي كان في ملحق الاعلام بتاعه ايه؟ الاهلي والزمالك ضد التحكيم الافريقي. بس انا نسيت اصوره للاسف. يعني عايز لك ايه؟ مشكله التحكيم الافريقي مع الاهلي والزمالك دي قديمه جدا. قديمه جدا. بس احنا للاسف ساعات لما كنا بناخد البطولات كاهلي او زمالك بننسى التفاصيل. بننسى التفاصيل ديت. في زحمه او مش هقول مع البطولات، خلاص بقول لك ايه؟ احنا طبيعتنا انا عفى الله عما سلف، خلاص ادينا خدنا البطوله ومسامح كريم. ومسامح كريم. لا، كان يجب ان انت من فتره تتوقف عندها. لان انا النهارده اذا كنت عديت فمش هعدي من الثانيه. او اذا كان فوت لي واحده او عدت منه واحده وهو مش هيعدي لي الثانيه. مش هيسيبك في مصر تفضل مهيمن على البطولات في افريقيا. لغرض في نفسي يعقوب لا داعي للافصاح عنه هذا الغرض، ما فيش هيسيبك. فكان كنت محتاج ان الوقفه دي تبقى بدري شويه. اما انها اتاخرت مش مشكله، المهم انها هي حدثت بقى، انك انت لازم يكون ليك وقفه فعلا، لان المساله بتزيد وبتتطور. وبعدين تبقى بيلاقيك انت ساكت، ما خلاص بقى يعني انت راضي بالامر. استمر لحد ما تحقق اهدافك اللي انت عايزها، او اللي انا بقول لك اللي انت حاططها في دماغك، واللي هي هتلاقيها في السنوات الاخيره بتتحقق. لو تلاحظ البطولات بعيده عن الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والاسماعيلي، كل اللي بيشارك في افريقيا بدري بدري، وحتى لما ممكن توصل للنهائي وتلاقي نفسك مضحوك عليك. مضحوك عليك.